مشاهدي قناة ديسكو أمين تي في داخل وخارج الوطن، مرحبا. رمضان الكريم. تعقد غرفة التحكيم والوساطة ندوة علمية رقمية في موضوع ظاهرة الطلاق بالمغرب، قراءة متعددة. الجزء الأول ليوم الجمعة 15 أبريل 2022، انطلاقا من الساعة 10 ليلا، بمشاركة الأستاذة بسمة بالحمراء، طالبة باحثة بسلك الدكتوراه قانون خاص جامعة محمد الخامس بالرباط. الدكتور يوسف قندروش أستاذ متقاعد بجامعة محمد الخامس بالرباط. أستاذ عبد النور القندوسي باحث بالصف الدكتوراه قانون خاص بجامعة محمد الخامس سلا. الدكتور محمد بومديان أستاذ القانون الخاص، عضو مختبر الدراسات القانونية والقضائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس جامعة مولاي إسماعيل. أما عن تسيير الجلسة، الأستاذ قادري المكي مدير غرفة التحكيم والوساطة، إعلامي وباحث في حقوق الإنسان. تنقل أشغال الندوة العلمية مباشرة عبر منصة الغرفة القانونية أنفو على الرابط التالي www.facebook.com القانونية.أنفو. للاشتراك في قناة ديسكو أمين تي في لا تنسوا الضغط على لايك أي جيم وتفعيل جرس ليصلكم الجديد، وشكرا.